دلوقتي مع الفلاس فرايس. يدي شو يدي والدبلوماسية لوقوف إلى جانب القوى المسلحة الملكية والسلطات العمومية مربوطة بمنطقة الجنوبية للمملكة، وتصدي الإشاعات والأخبار الزائفة التي تصدرها آل داعش الإخباراتية الجزائرية لنيل من وحدة استقرار المملكة المغربية الشريفة حفظها الله من كيد الأعداء ومكر أخوبته. وإننا إذ نعلن جلالتكم عن تجنيدنا الدائم ولا مشروع لإنجاح كل المبادرات الرمية والإسعاف لرعاياكم حفظة ورعاية توفية بهذا الربوع المسلم عن حياة مقدسة المملكة الشريفة طنجة المنورة. حفظكم الله يا مولاي بما حفظ به السبع المتان مشمولا محفوظا بلطفه الرباني دائما بارك وسلم